دعوات وجهتها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لعقد أول اجتماع مع قادة الأحزاب السياسية المشاركة في المحليات المقبلة هذا الأربعاء. اللقاء سيخصص لمناقشة القضايا المتعلقة بتنظيم العملية الانتخابية الثانية بالنسبة لهيئة عبد الوهاب دربال، لا سيما المشاكل التي تعيق الأحزاب السياسية في مقدمتها إقصاء المترشحين بسبب تقارير أمنية بحتة. هناك مشاكل كثيرة وكثيرة جدا متعلقة بالعملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها تطرح في مثل هذه اللقاءات، كالأمر المتعلق مثلا بكذلك رفض المترشحين لأسباب غير قانونية، رغم أن قانون الانتخابات بين بوضوح أن المترشح يرفض عندما يكون له حكم جزائي أو جنائي نهائي في قضايا يعني تمنحه من الممارسة السياسية إلى غير ذلك. محاضر الفرز ونقص الوثائق ومشاكل أخرى ستخصص لها الأحزاب السياسية الحيز الأكبر من انشغالاتها، لكن تبقى إشكالية صلاحيات هيئة عبد الوهاب دربال ومدى قدرتها على ضمان نزاهة الاستحقاقات تشكل القاسم المشترك بين انشغالات قادة الأحزاب وممثلها. رايحين نعاود نطرح يعني نفس الإشكاليات خاصة اللي انطرحت أثناء الحملة أو يوم الاقتراع، ونشوف ما هي اللجنة وش راح تقدر تدير، لأن القانون في هذه الحالة أنا تكلمت عن القانون أنه يعني فيه هناك ثغرات وما فيش صلاحيات كثيرة يستعملها أعضاء الهيئة لوقف التجاوزات وعملية التزوير. مشاكل قديمة جديدة اعتادت الأحزاب السياسية طرحها في كل موعد انتخابي، وستعيد طرحها مجددا على رئيس هيئة مراقبة الانتخابات، إلا أن هذه العراقيل لم تثني يوما عن عزيمة الأحزاب السياسية في المشاركة بقوة في الاستحقاقات الانتخابية.